انا الشارع علمني ان الدم عمره ما يبقى ميه. لا يا يحيى، الدم بيبقى ميه وميه وسخه كمان. بس انا جاي اشكرك على حاجه تانية، جاي اشكرك على نقله السلاح اللي قلبتوها وقت العمليه. بجد برافو برافو يا يحيى. الشارع علمني برضه يا معلم ان وقع بيت ابوك خد لك منه قالب. انت ايه، ما بتروحش بيتكوا خالص؟ كل حاجه اتعلمتها في الشارع كده؟ الشارع برضه علمك ان القالب ده ترميه في حجر هاشم الدعبي يا يحيى؟ هاشم بس ملوش علاقه بالحوار خالص يا صالح. وبعدين انا ارمي في حجر هاشم قالب احسن من اللي راح قاعد على حجره. طب خلي بالك بقى على كلامك يا يحيى، خلي بالك على كلامك معايا احسن لك، عشان مش صالح العطار اللي بيقعد على حجر حد. قعدت يا ابن ابويا، لا تعيرني ولا عايرك. انت عارف اتجاهك وانا عارف اتجاهي، كل واحد بيشيل شيلته في الاخر وكده خلصانه وبشيك. طب خلي بالك بقى لا تشيل في الاخر كتير. انا صحيح الشارع ما علمنيش اللي علمهولك، بس ابويا الله يرحمه زين العطار علمني ان اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. يا ما خرت ويا ما استحملت ويا ما دقت على راس طبول يا صالح. بقول لك يا ابن ابويا، يا ريت الزياره ما تتكررش تاني من غير ما يكون في سبب. ما تخلينيش اندم ان لحقتك من الموت. اه صحيح يا يحيى، هو انت لحقتني ليه؟ مع انك مش جدع يا اخي. عشان اشيلك جميلة يا صالح ومسيرك في يوم هتردها. اه طب بقول لك ايه يا يحيى، انا مش عايزك تثق في دماغك قوي. عارف ليه؟ علشان دماغك دي قد كده. سلام. دلوقتي احسن الحمد لله. لا لسه وشك مسفر، انت ما اكلتيش ولا ايه؟ الوكل مش عاجبك؟ ما تقوليش كده، انا بس مليش نفس. انا عارفه ان انا غلطانه. صح يا نادية، انت غلطتي بس في حق نفسك مش في حق حد تاني. بس حبك لزكريا واضح عليك. انا ما عملتش حاجه غير ان انا حبيت زكريا. زكريا مستكتر عليا يتجوزني في النور عشان هايدي، ودلوقتي رايح عشان يتجوز عليا. ما انت اللي غلطان. غلطانه؟ غلطانه عشان ما حسستهوش انك واقفه جاره اكتر من انا هربت معاه. اكتر يا نادي، لازم تحسس انك واقفه جاره، مش عشانه، عشانك وعشان اللي في بطنك وعشان انا كمان. اه عشان عبد الله يخسر. بحلم باليوم اللي يرجع في زكريا القصر، بحلم اشوف عبد الله وهو بيتذل وبيخسر كل حاجه. بس دي فيها موته. عادي يا نادي، ما هو موتني بالحياه، اشوفه وهو بيموت وقف جار زكريا، حسس انك بتحبيه وان ملهوش غيرك. رحت فين؟ بفكر. بقولك ايه، ساعديني عشان اقوم. على فين؟ انا لازم امشي من هنا دلوقتي. هساعد زكريا. عال عال، ده انت مراقبها من زمان عاد. انت مين انت بتتكلم عن ايه؟ هاني اللي مين؟ هاني اللي مين وعايزاه لطخ؟ انت اللي مين وعايز ايه ومالك ومالها؟ انت بتكلمني كده؟ لو تعالي صوتك ليه اصلا؟ ياد مره اشوفك وانت ماشي وراها من بعيد، ودلوقتي رافع عينك لفوق ومش عايز تنزلها. اقسم بالله اقسم بالله ما خلي فيك راجل يالا. يا عم اتكلم على قدك، ما تخليش اي ادب عليك وما تزعقش، فاهم؟ انت اتجننت ياد ولا ايه؟ حصل ايه؟ تعال شوف يا عمي، اللطخ ده شفته ماشي ورا بنتك النهارده في الصبح، ودي مش اول مره. الواد ده على فكرة يا عم مش تمام، وانا مش سايبه غير لما كسر راسه. قلت لك نزل ايدك يا شعبان يا ولدي، وانت هتفضل طول عمرك كده؟ انا اللي قلت له امشي وراها. انت اللي قلت له يا عمي؟ ايوه، عشان يطمني عليها. وانتوا اتفضلوا الحال سابلكم. عاجبك كده يا شعبان؟ لميت علينا الخلب، وبكره هتبقى سيرتنا على كل لسان. والله يا عم انا كل اللي جه في مخي مخ هو
وانت عندك مخ. روح يا ولدي، روح لحالك، روح. ماشي عمي. اسمع ده لا تخلع، اقسم بالله العظيم لو فكرت بس تبص لها بعينك لكون دافنك تحت رجليه هنا في الارض. ماشي، همحيك من على وش الدنيا خالص. عارف ليه لطخ؟ عشان رحمة دي تبقى خطيب تاني. الدرجة دي؟ لا الحقيقة عم بسمعك. بس أنا خلصت كلامي. فإذا شو المطلوب مني؟ يبقى أنت ما كنتش سامعني. لا سامعك، بس عم حاول رتب طلباتك بالتسلسل. أولاً أنت بدك كمية سلاح شوي ضخمة. ثانياً بدك رجال يعرفوا يستعملوا هيدا السلاح. ثالثاً هودي الرجال ممكن يقتلوا أو ينقتلوا. وبعتقد بتفضل لو عندك أسماء ناس معين تعطيني إياها وأنا بجيب لك إياهم بالاسم. وعم فكر بطريقة أمرق على السوبر ماركت سكر لك فاتورة مشترياتك. ما تكون مفكرني المارد اللي طلع من فيلموس علاء الدين. ده انت بتتاري يا بقى. لا ابدا، انا عم حاول فايقك من الحلم اللي عايش فيه. تفيقني انت يا سراج؟ تفوقني انا؟ انا سليم العطار ولا نسيت سليم العطار عمل معاك ايه؟ نسيت ان انا وقفت جنبك؟ نسيت ان انا شلتك وانت واقع؟ الحقيقة اللي بيناتنا هو مجرد مصلحة، مصلحة إلي ومصلحة إلك ولزين الله يرحمه، وقبلي كان بي، وأنتوا اللي اخترتوني. هلأ أنت الطريقة اللي عم تحكي معي فيها وكأنه كنا أولاد صغار أنا وياك نلعب ونكسر جوز، ياخد وجهي كتير يعني. سليم انتوا انتهيتوا، انتوا ما بقى موجودين بالسوق. يظهر ان انت لما شفتني اتحبست يومين قلت خلاص ده راحت عليه. الحقيقة هو لما طلعت على التلفزيون صابك الغرور، ما كنت عارف يمكن انه هيدا مجرد دور وبينتهي. بس انا دوري ما انتهاش يا سراج، أنا دوري لسه حيبدأ ولسه حقول فيه ولا كتير قوي، واللعبة هيحلو قوي. ابقى اتفرج يا سراج. هتفرج. انت كويسة؟ كويسة يا بابا ما تقلقش. طب حبيت بس اعرفك ان العيله كلها جايه النهارده، ما تنانيش قدامهم بالشكل ده، عايزك تبان قدامهم قويه. انا كنت قويه بزكريا يا بابا، حتى وهو تعبان كنت بقوى عشان اقويه. كنت دايما بقول له انت كبير وكبير دايما قوي. انا خايفه على زكريا قوي يا بابا، خايفه. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله زكريا هيبقى بخير. يا رب يا رب. زكريا يا ولدي، انت بتخلف صح؟ ايوه يا عمي، انا بخلف. هايدي اللي ما بتخلفش، بس انا ما كنتش بقول لحد عشان ما اكسرهاش وسط العيله. الله انك راجل ابن راجل. معلش يا عم، انا محملك مشاكلي وهمي وانت اصلا مش ناقص. يا ابني ده انا اللي وشي في الارض منكم بعد اللي عمله ابني.
هد كل اللي بنيناه من قبل كده. كل حاجة هترجع، هترجع أحسن من أول، أنا وعدك يا عمي. قولي يا زكريا، عملت إيه مع عائلة عبد الهادي؟ الناس مش مقصرة، قالوا إنهم معانا في أي وقت. طب ما دام الرجالة معانا يبقى لازمة إيه اللي أنت بتعمله معاهم فيك؟ ها؟ هتسيب له البلد بحالها ولا إيه؟ مش أنت بعتني بقى الكبير؟ إيه؟ يبقى ثق فيا.